السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد كما العاده. الفيديو اختي اللي كيتسناو بزاف ديال البنات، كيفاش اختي تقدر تجبد البونج؟ وبزاف الاسئله، واش جبتيه معاك في كارغو؟ لا اختي، انا جبته معايا في الطياره. المهم اختي تبعي الفيديو حتى الاخر باش تعرفي جميع المعلومات. وفيديو اختي محفز، فيه بزاف ديال المعلومات اللي غتحتاجها اي مرأة، سواء كانت جالسه في الدار ولا خدامه. بزاف الحيل اللي غادي ينفعوك اختي في الشقة، وبزاف الحوايج اللي غينفعوك في الدار. المهم اختي كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو البنات كنت غادي نحطو نهار الخميس، ولكن لهاد الظروف اللي كنعيشو مع خوتنا الفلسطينيين، الله يتجاوز عليهم هاد الشيء كامل، والله يكون معاهم، والله ينصرهم على من عاداهم يا ربي. قلوبنا معاهم والدعاء لهم يا ربي. هادشي اللي كاين بنات، كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. و الى عجبكم البنات ما تنساوناش ديما من البارطاج البنات، بارطاجيو مع البنات اللي كتعرفو، الناس اللي كتعرفو. الا كانت اختي كتعجبك القناه ما نطولش عليك، نخليك مع الفيديو. اول حاجه بغيت نشارك معك اختي هي هاد الحاجه اللي كندير ديما، كنشاركها مع البنات في الانستغرام. كناخذ اختي ميها بحال هكا وكنحطها حدا الرقيه الشرعيه ولا حدا الماء، كيقرا عليها شحال الماء قديت ديال السويع، وكنشرب منها انا وبنياتي. واخا هي الطريقه الصحيحه ديال ماء القران ماشي هي هذه، ولكن انما الاعمال بالنيات. وبالنسبة البنات لهاد العيبة دايره فيها جميع الحويجات ديال التنظيف. هكا البنات ما كنبقاش طالعه هابطه ولا معصبه غير راسي، كنخشي فيها كل شيء البنات كما كتشوفوا. البيكربونات الصوديوم اللي ديما كنشارك معكم بزيت الاساس اللي كنرشها على النوامس، وبزاف ديال الحوايج الزرابي، بزاف الحوايج. المهم جميع الادوات ديال التنظيف كتلقايهم هنا. وهاد البلاستيكات اللي كيطلقوا الريحه اللي كنشريهم من دولار تريتا، هما بدولار 25 الزوينين، كنديرهم في جميع التراش اللي عندي في الدار. الحاجه الثانيه البنات اللي مساعداني بزاف في تنظيم حياتي وكيبقى ليا وقت ليا ولوليداتي، هو هذا الروتين اللي كندير كل اسبوع. يعني اختي الركاني، البنات اللي مهتمين غنخلي لكم الرابط ديالو، ودخلوا تفرجوا فيه وخذوا افكار البنات. هذا الروتين كيسهل عليا الشقاء، ما كنبقاش نشقى يعني بزاف سيمانه كلها، بالاخص عندنا بزاف ما يدار في هذه البلاد. سواء كنتي خدامه ولا ما خداماش، ديما البنات الشقه نتعاملوا معاه بذكاء، ونقسموا المهام ديال الشقه ديالنا الاسبوع كامل. هكا ما غاديش اختي تضربي تمارا النهار كله، كما قلت لك غيبقى لك وقت ليك ولراسك. وبالنسبه للبنات انا الشقه كنقسمه على يومين هكا اختي باش كنتغلب عليه وما كنضربش تماره، حيت البنات الا خليته مثلا لا درتو نهار الخميس فكنضرب تماره بزاف. كنشارك مع البنات اليوميات ديالي في الانستغرام، بعد مرات ما كيكونش عندي الوقت وكنخليه حتى الخميس، فانا البنات كنتهلك مزيان. فمن الاحسن اختي قسميه على يومين. وهنا البنات من بعد ما ساليت كندوز اختي لمرحله تعطير الدار كما كتشوفوا البنات. ان شاء الله فيديو اخر غادي نشارك معكم حيل اللي كنخلي بها انا داري فيها ريحه زوينه، واخا عندي الكوزينه حدا الصالونات ما كتبقاش عندي الريحه. ان شاء الله فيديوهات جداد كما كتشوفوا. درت شويه البخور وشعلت الشميعه اللي كتعطي ريحه زوينه، وهكا اختي تبداي الغديوه ديالك على راحتك. وهنا البنات مي كنقولوا نهار ديال التخمال فكنقولوا غديوه ساهله، وانا ديما البنات في حياتي كنحاول الغدا ديالي ما نفوتش فيه ساعه، ماشي الفاست فود البنات، ما كنديرش داك الشيء ديال الفاست فود. ان شاء الله غدا نبقى نشارك معكم الغديوات ديالي، داك الشيء اللي كندير لوليداتي. هنا البنات بغيت ندير بيتزا، خديت اختي مطيشه ديال
فن البنات. وانا عن نفسي كنفضل وليت كنفضل ناكل ماكله في داري عوض نشريها اختي هنا، ما كاين ما يتكال البنات. وبالنسبه اختي البونجا ولا الفرماجه اللي جبت، كيفاش درتها البنات حتى جبتها ها نتوما كيفاش كتشوفوا. ها هي اول حاجه البنات، البونج ما خصوش يكون هذاك اللي فيه اللي فيه دوك السلوكه اختي الداخلي، السلوكه المهم ما عرفتش هذاك السلوكه اللي كيكونوا الداخل ما خصهمش يكونوا. وثاني حاجه اختي كما قلت لك هانتي انا خديت هاد هاد الماركه هذه 33 هي اللي زوينه. المهم اختي انا منين مشيت صايبت البونجا صايبتها عاديه، عند مول البونج صايبتها عاديه فرماجه عاديه. كنت معوله اختي باش غادا نشدها ونديرها في نديرها في دوك السيكان ديال الشمال، الساعه اختي ما دخلتش ليا. فشنو فكرت انني ندير، ديتها اختي عند مول البونج ياكي وقسمها ليا، شتي قسمتها على جوج كما كتشوفوا. وانتي يا اختي لو بغيتي تزيدي تقسميها زيدي قسميها، شوفي انتي على حساب الشنطه وعلى حساب الساك. المهم اختي كما كتشوفي قسمتها على جوج وصافي. وجبت معاها اللصقه اللي باش غنلصقها انا غنوريها لكم، ولكن اختي قبل ما ديري هادشي راني نوريك حاجه اخرى. وحاجه اخرى البنات كما قلت لكم منين مشينا قطعنا هذا فسولناه قلنا ليه باش غنلصقوها، فقال لنا هاد فلومبو هادي اللصقه اللي في حقيقه هي اللي غتلصقوا بها البونج، كتباع البنات في اي دروغري، اي دروغري مشيتي عنده غتجيبيها صافي غتشديها وديريها هدايا وتلصقي البونجا مع اختها، وراه ما كتبقاش البنات باينه نهائيا كما كتشوفوا. راه حتى هما هذاك الشيء باش كيلصقوا الفرماجه، حيت الفرماجه البنات راه ما كتجيش مصايبه، راه هما اللي كيقطعوا طرف مع طرف كما كتشوفي باش كيصنعوا لك هذه الفرماجه هذه. وحاجه اخرى البنات، بالنسبه للبنات اللي غاديين مثلا غاديين يجيبوا شوانطهم اختي غير خاويين، وهنا اختي البونج راه غالي، يعني البونج هنا راه غالي. انا كنت واحد الوقت خديت جوج بونجات ب 850 دولار، يعني راه بزاف. جايبه اختي شوانطك خاويين، شري اختي بونجه ديال السداري وقطعيها اختي طريفات وجيبيها اختي في شوانطك، وجيبي لي اختي هذه ولصقيها عادي جدا. وصبري اختي نوريك حاجه اخرى. وبالنسبه للبنات الغشل اللي كيكون مغشي قبل ما تصايبي اختي الفرماجه ولا البونج، الغشل اللي كيكون مغشي فاختي ديري ليه هادي، ديري ليه السنسله هكا غتجيك ساهله وما غتضيعيش فيها منين تبغي تقطعي البونجا، ما غتضيعيش فيها، غادي تشدي وتحلي اختي السنسله وتخرجي البونجا ديالك وديها قطعيها حتى تجيبيها اختي الامريكان وتلصقيها وكلشي وتركبي ليها الغشه كما غتشوفوا معايا في الفيديو. ايوا ها انت اختي كما كتشوفي صافي، غنسدو اختي على البونجا ديالنا وصافي. وها البونجا ديالنا عادي اختي، ما تقولي لا ملصقه ولا حتى شي حاجه، صافي فرماجه عاديه وصافي. البنات واللي عندها اي سؤال ولا اي حاجه دخل عندي الانستغرام اللي غادي نخليه لك هنايا وسوليني اي سؤال عندك، ولا كتبي لي في كومونتير اي سؤال مرحبا ونجاوب اختي على العين والراس. وهذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى نكون فدتكم في هذه القضيه ديال البونج وعطيتكم فكره يعني تنفعكم ان شاء الله. ايوا ما درا اختي كي جاك الفيديو، كنتمنى اختي يكون نال الاعجاب ديالك. وكما قلت لك في اول فيديو الى عجبك اختي ديما دعوه الخير او لايك واشتراك وبارطاجي القناه باش توصل لاكبر عدد ديال البنات ان شاء الله وتعم الفائده البنات. المهم اختي نخليك الى فيديو قادم ان شاء الله، تسناو فيديو نهار الخميس الى بقينا في الحياه ان شاء الله. بسلامه.